تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة. شفت هذا لاعبك مصاب؟ شفت عطى روح بدري عليك. يلا روح روح القم. عامر لتوصيل الطلبات، كيف اقدر اخدمك؟ ابشر بعزك، ارسل اللوكيشن واجيك على طول سريع سريع. مع السلامة. بدري وين رايح؟ توك جاي. ابد رايح مشوار وراجع. هب شغال زي المجوان. ايه قل ما شاء الله قل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كمل عني يلا تعال. نفس الفرق ولا الثانية؟ نفسه كمل فريقه. السلام عليكم. عليكم السلام. عامرين يا خالة. هذا العنوان، هذه الفلوس. أسمي أبشري. مع السلامة. يا محمد محمد تعال 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 تعال. يلا شيلوا الصندوق شيلوه شيلوه. كفو كفو. ركبه ركبه. خذ خمسة يلا توكل على الله. أبشر بينك وبينه. يلا خمسة خمسة. أول مرة ترى. روح يا شيخ غشيم. هلا. إيه وخر. إيه. السلام عليكم. سلام. السلام. تعال شوف يا أبوي من يوم ما رحت ما بين تكسير روش. روح. كيف التوصيلة؟ يا رجال أي توصيلة؟ واحدة أعطتني صندوق ورقة فيها عنوان وتليفون. رحت للعنوان لقيته بيت مهجور. أتصل عليه ما يرد. طيب ارجع اتصل مرة ثانية. سبك أنت. أقول لك أتصل عليه ما يرد. والصندوق فين؟ الصندوق بالسيارة. اسمع انت، هو دام الموضوع فيه جثث لا اعرفكم ولا تعرفوني. انتم من طريق ولا من طريق؟ افا يا شكر تترك خويك تترك خويك. هذه جريمه انت ما تفهم، هذه جريمه. طيب اتصل على اللي طلب منك مشوار. واضحه يا ابوي قال لك ما يرد، اكيد دبس الغبي ذا في الجثه.